حضارياً وثقافياً واجتماعياً لتخفيف العبء عن المحتاجين في المجتمع، وذلك وفق رؤيتها لريادة الفكر والتطبيق المؤسسي لشعيرة الوقف كأداة للتنمية الشاملة محلياً وكنموذج يحتذى به عالمياً. الأخوة والأخوات، لقد نظمت الأمانة العامة للأوقاف بدولة الكويت منذ إنشائها وعلى مدى السنوات الماضية 17 ملتقاً سنوياً يزخر كل منها بجانب من الجوانب المهمة لتنمية المجتمع والنهوض به. واليوم نشارك الأمانة في ملتقاها السنوي 18 الوقف والتكنولوجيا نحو آفاق جديدة، ليجسد مرحلة من مراحل تطور نظام الوقف وتوافقه مع التكنولوجيا الحديثة، حيث يعد هذا الملتقى تطبيقاً عملياً لرؤية الأمانة العامة للأوقاف الهادفة إلى تعريف الجمهور بحجم الدور الذي تؤديه لخدمة المجتمع ومحاولتها لتسخير التكنولوجيا الحديثة لخدمة الوقف والواقفين. ضيوفنا الكرام، حرصت الأمانة العامة للأوقاف على الشراكة مع المؤسسات الرسمية والأهلية المهتمة والمختصة في مجال الوقف في الكويت والعالم الإسلامي لتبادل الخبرات الوقفية والتكنولوجيا بهدف توسيع دائرة استفادة المسلمين من خيرات الوقف على مختلف المستويات العلمية والعملية، متطلعين إلى اليوم الذي نصل فيه إلى الاستخدام الكامل للتكنولوجيا في كافة مناحي الحياة وتسخير الأدوات التكنولوجية لخدمة الوقف والواقفين والمستفيدين منه أينما كانوا. فبحمد الله تعالى، فإن الأمانة العامة للأوقاف منذ تكليفها بملف الوقف على مستوى دول العالم الإسلامي في مؤتمر وزراء الدول الإسلامية في جاكرتا عام 1997 وحتى اليوم، قد حققت كثيراً من الإنجازات لخدمة العمل الوقفي في الدول الإسلامية. لقد وفق الله دولة الكويت ممثلة بالأمانة العامة للأوقاف لتتحمل أمانة النهوض بالعمل الوقفي على مستوى بلدان العالم الإسلامي، وكانت جديرة حقاً بهذا التوفيق، إذ أصبحت الرائدة في هذا الميدان، بل وأصبحت قادرة وقدوة لباقي المؤسسات الوقفية على مستوى العالم العربي والإسلامي. وها هي اليوم حضرات السيدات والسادة تجمعنا في هذا اللقاء المبارك لتستعرض تجربتها التكنولوجيا في مجال الوقف، استكمالاً ومساهمة مميزة في هذا المجال، استكمالاً لدورها كمنسقة لملف الأوقاف على مستوى دول العالم الإسلامي الذي كلفت به، تقديراً لدورها الريادي والمتنامي في الحفاظ على الأوقاف واستثمارها وتنمية أصولها وصرف ريعها بما يحقق المقاصد الشرعية للوقف. افتتح اليوم الملتقى الوقفي 18 للأمانة العامة للأوقاف بعنوان الوقف والتكنولوجيا نحو آفاق جديدة، وبرعاية سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، ويستمر يومين من اليوم. وقام وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية جمال أحمد الشهاب بإلقاء كلمة مناسبة بمناسبة الافتتاح، عبر فيها عن بصمات الوقف البارزة على الحياة في المجتمع الإسلامي منذ نشأته وإلى وقتنا المعاصر من خلال ما أحدثه من آثار اجتماعية واقتصادية متنوعة في المجتمع الإسلامي. وأضاف الشهاب كذلك أن الأمانة العامة للأوقاف حملت على عاتقها مسؤولية الدعوة للوقف والقيام بكل ما يتعلق بشؤونه وإدارته.
من أموال واستثمارات وصرف ريعها على حدود شروط الواقف وبما يحقق المقاصد الشرعية للوقف وتنمية المجتمع حضارياً وثقافياً واجتماعياً لتخفيف العبء على المحتاجين في المجتمع. ويأتي وفق رؤيتها لزيادة الفكر والتطبيق المؤسسي لشعيرة الوقف كأداة للتنمية الشاملة محلياً وكنموذج يحتذى به عالمياً من خلال تنظيمها على مدى السنوات الماضية 17 ملتقى سنوياً يزخر كل منها بجانب من الجوانب المهمة لتنمية المجتمع والنهوض به. وقد بيّن الإشهاب أن هذا الملتقى جاء ليجسد مرحلة من مراحل تطوير نظام الوقف وتوافقه مع التكنولوجيا الحديثة، حيث يعد هذا الملتقى تطبيقاً عملياً لرؤية الأمانة العامة للأوقاف الهادفة إلى تعريف الجمهور بحجم الدور الذي تؤديه لخدمة المجتمع ومحاولاتها لتسخير التكنولوجيا الحديثة لخدمة الوقف والواقفين. والأمانة العامة للأوقاف تحرص على الشراكة مع المؤسسات الرسمية والأهلية المهتمة والمختصة بمجال الوقف في الكويت والعالم الإسلامي لتبادل الخبرات الوقفية والتكنولوجيا بهدف توسيع دائرة استفادة المسلمين من خيرات الوقف على مختلف المستويات العملية والعلمية. وقد توجه الإشهاب بالشكر إلى أعضاء مجلس شؤون الأوقاف وجميع المسؤولين والقياديين بالأمانة العامة للأوقاف وجميع المشاركين بالملتقى والضيوف من الدول الصديقة والشقيقة الذين تشرفنا بهم على أرض الكويت الحبيبة. بدوره قال الأمين العام للأمانة العامة للأوقاف الدكتور عبد المحسن الجرالة الأخرافي إن هذا الملتقى يأتي انطلاقاً من حرصنا على المزاوجة بين تلبية احتياجات المجتمع وأفراده من جهة وتلبية احتياجات الوقف وتنميته من جهة أخرى وضرورة تطويع التكنولوجيا الحديثة لتلبية الحاجتين معاً. وأكد حرص الأمانة العامة للأوقاف بتسخير التكنولوجيا لخدمة الوقف من خلال تنفيذها للمشاريع التكنولوجية اللي تخدم الوقف في الكويت والعالم الإسلامي، ومنها الكشاف الجامع لأدبيات الوقف ومكتبة علوم الوقف ومعجم تراجم أعلام الوقف وقاموس مصطلحات الوقف ومشروع أطلس أوقاف الكويت. ومن جانبه أعرب مدير عام الأوقاف في المملكة المغربية المهندس محمد الكوراري عن تحمل الأمانة العامة للأوقاف أمانة النهوض بالعمل الوقفي على المستوى بلدان العالم الإسلامي، وأكد أنها جديرة حقا بهذا التوفيق إذ أصبحت الرائدة في هذا الميدان، بل وأصبحت قاطرة وقدوة لباقي المؤسسات الوقفية على مستوى العالم الإسلامي، وهي الآن تجمعنا في هذا اللقاء لتستعرض تجربتها التكنولوجية في مجال الوقف. وأضاف أننا كضيوف ومشاركين في هذا الملتقى لنتطلع إلى الاستفادة من هذه التجربة ونقلها معا إلى المجال العلمي ليستفيد منها الآخرون، ونسعى إلى إنجاح هذا الملتقى من خلال تبادل التجارب العالمية لتكنولوجيا المعلومات في مجال الوقف وتقديم نماذج أخرى لتجارب ناجحة لدول عربية مثل المغرب وقطر والإمارات العربية المتحدة ولدول غربية مثل إسبانيا والنمسا. الحين معنا مسابقات، متاحف، فعاليات، انفرادات، هوايات لمحبي السيارات. تابعوا معي هذا التقرير.
افتتح سمو الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح مساء الأربعاء 15/2/2012 فعاليات النسخة الثالثة من مسابقة كونكورس دي إليجنس 2012 اللي تستضيفها الكويت للمرة الثالثة، وينظمها متحف السيارات التاريخية والقديمة والتقليدية بحضور محبي السيارات الكلاسيكية في الكويت والعالم. ويذكر أن مسابقة كونكورس دي إليجنس تقام بتنظيم من متحف السيارات التاريخية والقديمة والتقليدية في المارينا كريسنت، وذلك في الفترة من 15 وحتى 18 فبراير الحالي. وقال الشيخ فيصل الحمود اللي ناب عن سمو الشيخ ناصر المحمد في افتتاح الفعاليات في تصريح صحفي أن الكويت ستبقى وتظل قبلة ومركز استقطاب عالمي لهذه الأحداث والهوايات الراغية التي تسترعي اهتمام